بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. هكذا متابعينا الكرام ينطلق هذا الشوط الذي يحمل هذه الأسماء من الأبكار الفطامين. متابعين الأعزاء، لنبدأ مع الصدارة الأولى الشانية لحمدان بن محمد بن أحمد بن حزمي العفاري، هنا يتواصل على الصدارة الأولى، بينما ثاني التحديات وثاني الانطلاقات هنا مشاهد الأعزاء يتواصل شعار سهيل بن حمد بن سلمي العفاري، وهنا شعار بن مبروك يتواصل أيضا في هذه اللحظات على ثالث التحديات، مقدما لنا شعاره وتحدياته وانطلاقاته هنا على ثالث الأسماء، مقدما هذا الشعار، بينما هناك الوصول على رابع الأسماء يتواصل في هذه اللحظات شعار. أيضا هناك متابع الأعزاء يقدم لنا الظبي في هذا المسار، هناك أيضا مشاهد الأعزاء حمد شعار، أيضا هناك مشاهد الأعزاء صالح بن حمد راعي الطير العامري، بينما الوصول هنا والتواصل في هذه اللحظات والقدوم أيضا من شعار يتواصل في هذه اللحظات من خلال هذا التحدي والمنافسة، شعار بن صباح سالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري يقدم لنا نعمة في هذا المسار، عودة إلى بالحزمي وانطلاقاته بالحزمي وإبداعاته، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق ولا أروع، اندفاع هناك على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله، واندفاع هنا من بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظة، هناك حمدان بن محمد بن أحمد بن حزمي العفاري ما شاء الله يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار واندفاعة هذا الاسم على الصدارة على المركز الأول، هنا بالحزمي ما شاء الله يتواصل ينطلق هنا يقدم هذا الأداء، سلام سلام بالحزمي، سلام تهانينا لحمدان بن محمد بن أحمد بن حزمي العفاري على هذا الفوز على هذا الانتصار، وسعدت صباحا يا مالك شانية، تهانينا وناموس. المركز الثاني هنا شعار محمد بن مبروك بالطماطم العفاري، ثالث الأسماء ووصل أيضا هناك مشهد الأعزاء شعار عبد الله بن حمد بدليل بالويع العامري أتى مع ثالث الأسماء، إذا تهانينا وناموس متابعين الكرام لمن قدم لنا هذا الأداء الرائع الجميل، حمدان بن محمد بن أحمد بن حزمي العفاري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 2:10:97 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.